يا هلا والله وسهلا، ويا صباح النور والمسرات على قلوبكم يا رب. وصفة اليوم جدا لذيذة، ممكن انكم تستخدمونها بوقت الفطور وممكن انها تكون بوقت العشاء. بستخدم بطاطس مسلوقة تقريبا نص سلق ومبشورة، وبعدها تعالوا اوريكم باقي المقادير. بالبداية مثل ما قلت لكم بستخدم بطاطس وتكون مسلوقة 3/4 السلق ومبشورة، وهنا عندي بصل نفس الشيء مبشور، وعندي ملعقتين دقيق، بيضة مخفوقة، ملعقة زيت زيتون، وعندي هنا ملح وفلفل أسود وبابريكا حلوة. ونبدأ نخلط جميع المقادير مع بعض لحد ما تتجانس، وبعدها عاد نضبط الملح ونبدأ نصلح البانكيك. ونبدأ الآن مثل ما قلت لكم، بعد ما خلطناها وضبطنا الملح ناخذ كورة بهالشكل، وبعدين نضغطها بين راحتين اليد يعني نقرصها وعلى الجهاز. مثل ما انتم شايفين استوت، قلبتها على الجهة الثانية. شوفوا تبارك الرحمن درجة التحمير تجنن، باقيها 3 حبات وبعدين نروح عاد للتقديم. الجهاز بطل بمعنى الكلمة يا بنات، اخذته من قصر الاواني هوم اليك، بمعنى الكلمة يجنن. تقدرين تستخدمينه للمراصيع، للبانكيك، تقدرين تحمسين عليه. قبل كم من يوم سويت عليه البرجر، حطيته عندي بالصالة وصلحت عليه البرجر، يعني يخدمك بأشياء كثيرة ومع هالأجواء لا يفوتكم. تقدرون تاخذون الجهاز من المعرض وما زال التخفيض مستمر، وتقدرون تطلبونه من المتجر الإلكتروني ونفس التخفيض تحصلون عليه. رفعوا الشاشة وروحوا لمتجرهم الإلكتروني.